نظمت السفارة الأسترالية لدى دولة الكويت بالتعاون مع بيت السد معرض جارا شارا الأسترالي الفني، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين. نعم، ويضم المعرض الفني الأسترالي قطعا لمنسوجات ومنتجات أسترالية صممت على أيدي مصممات كويتيات، تعزيزا لدور المرأة في إنجاز الحرف اليدوية والفنية، وعلى طريق تكريس التعاون الثقافي والفني بين الكويت وأستراليا. السفارة الأسترالية لدى دولة الكويت بالتعاون مع بيت السدو تحتفلان بموسم جارا شارا الأسترالي الفني على طريق تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين، حيث اتخذ بيت السدو كمركز كرس نفسه للحفاظ على فنون المنسوجات الكويتية وإحيائها ولعرض الأعمال الفنية من الحرف اليدوية الأسترالية إلى المجتمع الكويتي. بدأت الفكرة من تقريبا 10 أشهر، يعني حضرة السفير وقال لنا عن معرض متنقل بدأ في باريس لناسجات من الجذور الأسترالية الأصلية، وهو نوع من أنواع التمكين. فأحنا مركز السدو، جمعية السدو، دورنا أن احنا نحافظ على النسيج التقليدي بالكويت، فهم من الأهداف أن احنا نبني جسور وتبادل ثقافي بيننا وبين مراكز متشابهة. نرحب بالتبادل الثقافي بين الكويت وأستراليا بما يعزز الدور المتطور للحرف اليدوية كرموز ثقافة قوية وأشكال معاصرة للإلهام والتعبير الإبداعي والهوية. أنا في غاية السرور أستطيع إحضار هذا المعرض للكويت والتعاون مع بيت السدو، ويسعدنا أيضا التعاون مع فنانين ومصممين كويتيين محليين، وأشيد بالعلاقات الكويتية الأسترالية العريقة. بيت السدو دعا 3 مصممات كويتيات لاستخدام أشكال وفنون النسيج الأسترالي لتصميم عدة قطع فنية وعرض أعمالهن في المعرض، ودمج الخبرات الفنية في مجال التصاميم الكويتية والأسترالية لإنجاز المنسوجات الفنية وتعزيز دور المرأة في مجالات الفنون المختلفة. هذا شيء وايد حلو وفخر لنا 3 البنات الكويتيات ان شاركنا بهالشيء. هالمشاركه انا سويت جناط، كوني انا يعني مصممه جناط، فسويت الفكره، خذيت الفكره من البكشه اللي كانوا الحريم قبل يلبسونها. هذا كان بمثابة تبادل ثقافي بيننا وبين استراليا في منطقة، يعني صراحة أنا ما كنت أعرف عنها، بس الفابريكس طلعت الأقمشة وايد حلوة. التبادل الفني والثقافي يتجلى بأبهى صورة له بين الكويت واستراليا بما يعزز الدور المهم للحرف اليدوية كرموز ثقافية قوية وأدوات للإلهام والتعبير الإبداعي لبناء مزيد من الروابط مع أهم المرافق الثقافية في دولة الكويت مثل بيت السدو، على طريق النجاح بين البلدين في مجالات الثقافة والفنون. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.